واحد يقول ما هو سفر ياشر المذكور في سفر يشوع؟ كلمة سفر يعني كتاب. هو الاخ ده فاكر ان كلمة سفر زي ما بنقول الاسفار المقدسة يبقى جزء من الكتاب المقدس؟ لا، كلمة سفر يعني كتاب، اي كتاب يعتبر سفر. ولذلك في سفر الرؤيا اصحاح 20 يقول في اليوم الاخير تفتح اسفار وتقرأ اعمال الناس. سفر يعني كتاب، زي بايبل، بايبل يعني كتاب. ولذلك الكتاب المقدس اسمه هولي بايبل يعني الكتاب المقدس. لكن بايبل يعني كتاب. لما تقرأ في اي انسيكلوبيديا دايرة معارف تلاقي المقالة موجودة وتحت منها حاجة اسمها بيبليوغرافي. بيبليوغرافي يعني مجموعة الكتب اللي كتبت عن هذا الموضوع، ده كتاب مقدس ولا حاجة. فسفر ياشر ده كتاب عادي وكتاب مدني، كتاب مدني كانت تكتب فيه بعض الأحداث المدنية الخطيرة القوية، وأحيانا بعض الأحداث دي بتذكر في الكتاب المقدس بحاجة وتذكر في سفر ياشر بصفتها من الأحداث القوية اللي بيكتبوها في هذا الكتاب المدني. عشان كده سفر يشوع يقول لك الحادثة دي أما كتبت في سفر ياشر، يعني كتبت في الكتاب المقدس وكتبت في التاريخ المدني نفس الوقت.